إسلام. نعم دكتور. شو نوع التجارة اللي بتشتغل فيها؟ أنا ماني تاجر دكتور، أنا إمام. إيه بس أنت قلت لي إنه أنت عندك أعظم تجارة. ولك إيه، هاي تجارة روحية. كيف يعني؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أعظم تجارة بعد الإيمان دكتور هي الجهاد والغزو، مشان هيك الرسول عمل حوالي 30 غزوة كبيرة و20 غزوة صغيرة. يعني حياتك كلها جهاد وغزو؟ نعم، كل محور إيمان المسلم هو حول الجهاد والغزو. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والجهاد والغزو مش ضروري يكون بالقتال دكتور. في غزو بدون قتال؟ نعم، قال رسول الله: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. الغزو شو بينفعك؟ وكم نقطة أو سهم بتحصل منه؟ هاد سؤال صعب دكتور، في عندي خيارات أو ممكن استعين بصديق. استعين بالفقه. شوف دكتور، الإسلام كله قائم على 8 أسهم. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام 8 أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. بس سهم واحد للغزو؟ سهم واحد يعني 10 الإسلام دكتور، وغير هيك الجهاد درجات، اللي بيموت بالمعركة درجته أعلى من الجالس بالبيت وعم بيدفع مصاري، والشهداء أنواع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. دخلك؟ وشو يعني مطعون؟ يعني اللي بيموت بمرض الطاعون بعيد عنك. العمى هاد كمان شهيد؟ ايه دكتور. والمبطون مين؟ يعني اللي بيموت في وجع البطن. كمان اللي بيموت بوجع البطن شهيد؟ ايه دكتور، ليش مستغرب هيك؟ وصاحب الهدم مين؟ اللي بينهدم عليه حائط او سقف او دعسته سيارة او انقلبت عليه، هيدول شهداء الهدم. زلزال زلزال دكتور، خلينا نهرب لبرا. لا لا انت خليك جوا، بلكي ينهدم السقف على راسك وتستشهد ونخلص منك. ايه والله معك حق دكتور، لكن خليني هون.